قطاع تجار اللحوم بالجملة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. هذه الوقفة احتجاجية جات على إثر ديال الرفض ديال السيد الوالي الجهة لاستقبال ديالنا. هو الأول، حنا ما جيناش هنا باش نهزوا الشعارات والمطالب ديالنا، حنا جينا هنا باش لأن السيد الوالي حطينا طلب لقاء الأول، حطينا تذكير طلب لقاء، حطينا طلب لقاء الثاني، حطينا تذكير طلب لقاء الثاني، ولكن السيد الوالي رافض باش يستقبلنا. من بين المشاكل اللي هاد الوقفة جينا على قبلها كاين مشاكل ديال الترقيم ديال السلسلة، ترقيم جديد ديال الأبقار اللي غادي تعتمد عليه المصلحة البيطرية، كاين مشاكل ديال الذبيحة السرية واللحوم المهربة من الأسواق اللي ولات كتشكل 60 حتى 70% من الموارد ديال المدينة ديال الدار البيضاء. والسلطة يا سمسادر أنتم غوتوها. مفتحوش معنا باب الحوار اللي جاد ومسؤول، حنا غادي نصعدوا من النضال ديالنا، لاننا حنا في دوله حق والقانون. لا يعقل ان مالك البلاد تيخطب وما كتلفتش التعليمات ديالو، لا يعقل. فاي مسؤول كيحترم الرعايا ديال سيدنا وكيحترم مالك البلاد خاصو ينفذ التعليمات ديال جلاله الملك الله يحفظه. فلهذا حنا ماشي الهدف ديالنا هو النضال، حنا ماشي من دعاه ديال النضال، بالعكس حنا من دعاه ديال العمل وديال الحوار. حنا جادين في الحوار وجادين نحلوا مع اي مسؤول المشاكل ديالنا، ولكن شريطتها ان يكون حوار جاد باش الناس هادو راه فعلا ملي كنقولوا المهني تشرد، راه تشرد، راه تشرد المهني، راه شي تجار ما كانوش يجيو لو انهم كانوا خدامين. فلهذا من هذا المنبر كنقول بان جميع المسؤولين كنوجه لهم باش يتفتح الحوار جد مسؤول. اذا سمحتي اخي الكريم كتوضيح لهذه الوقفه، هاد الناس راه ما جاوش من دايتهم الرسم او ما جاوش عاجبهم باش يجيو هنا او ما جاش حبا في هذه الوقفه، هاد الناس لا حول لهم ولا قوه، هاد الناس صبحوا في واحد الحاله يرثى لها، هاد الناس صبحوا كيتصادحوا بوحدهم في المجازر، هاد الناس اغلب معظم المحلات التجاريه اللي غيجيو ياخذوا السلع ديالهم هنا صبحوا كيمشيو للاسواق المجاوره للدار البيضاء، وحنا منذ انطلاق المجازر الجديده وحنا كنسمعوا واحد الوعود، وهذيك الوعود كنعتبروها وعود وهميه، تيقول لك ملي تبدا المجزره هاد الناس كلهم غيترزقوا على الله، سواء الشفيارات، سواء نقل اللحوم، سواء نقل السق، سواء السقيطيه، ولكن تفاجئنا كنتصادحوا مع بعضياتنا، والسلطات كيوعدونا بان الاسواق غادي يبقاو يحلوا في النهار ديال السوق، وهذا الشيء باقي ما تمش الان، ولهذا هاد الناس صابهم الكساد وصابهم الافلاس، وهاد الناس لا حول لهم ولا قوه، وربما اغلب منا تصاب بالمرض المزمن، ودابا كنطالبوا من جميع المسؤولين باش ينتبهوا لهاد المهنيين، راه ماشي جو عبثا. كتبقى قضيه اخرى، كانت واحد الدوريه الصباحيه والمسائيه، الدوريه المسائيه اللي كتضر على طريقه كتضر بسلطه ديال السيد الوالي ورئيس مجلس المدينه تمنكات، هذيك هي اللي كانت كتلعب الدور ديالها جبار ومهم، وكانت كتجيب النفع لهاد المهنيين، فاذا به توقفات بقى الدوريه كتخرج ساعتين في النهار يلا كديماري كيساليوا الوقت ديالهم وكيجيو بحالهم، وكنطلبوا سيدنا نسال الله باش ينظر في هاد المهنيين، وان شاء الله الرحمن. La chaîne YouTube ou de partager la vidéo dans ta promo en fait sur le chimari. Maintenant, je te dis le j'aime ou de tourner la jarasse parce que c'est le comme j'ai dit.